السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نأسف لثلاث دقائق العطل اليوم، ونتمنى لكم يكون يومكم النهارده يوم سعيد، ككل يوم من أيام السنة، ككل ساعة من ساعات اللي إحنا بنقضيها في عمرنا، وكل لحظة من اللحظات بتاعتنا. انتهى العيد وانتهى رمضان، وشفنا أشياء كتيرة جدا حصلت في شهر رمضان المبارك. خاصة بالنسبة للإعلان اللي احنا بنتكلم على المحاضرة بتاعتنا اللي هي بتاعت اليوم اللي أنا اتكلمت فيها أكتر من مرة في أكتر من مجال في أكتر من م... في مكان. أكتر من مرة في أكتر من مجال في أكثر من مكان في أوقات مختلفة. إن لا يوجد شيء اسمه ما فيش مصاريف إدارية. ومع ذلك حصل عندنا في بريطانيا بالذات حملة غير عادية لمجموعة من المؤسسات اللي بتجزم ان ما عندهاش مصاريف اداريه وده إيه هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي في النقاش ده آه انا اذا كنت احاول اعرف نفسي مره تانية ليكم انا واحد واحد بقالي في العمل الخيري اكتر من 35 سنه يعني ده ما دقت على الروس طبول وشفنا اللي كتير جدا من الناس ما شافتوش وطلعنا ونزلنا واتقال علينا كلام سيء وكلام جيد وشفنا كل اغلب الاشياء لا ندعي ان احنا ملمين بكل شيء في العالم اللي بيحصل في المجال الانساني ومجال العمل المؤسسات المجتمع المدني لكن اللي بيتكلم معاكم ده لست بالخب وليس الخب يخدعني يعني واحنا يا ياما عدت علينا اشياء ها لكن دلوقتي علشان نحمي 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 قطاع العمل المدني وخاصة قطاع العمل الخيري سواء كان في الغرب أو في أماكن أخرى فلا بد أن نتحدث الحقيقة. الصورة اللي أنا راسمها دي قدامكم صورة فاكرين زمان كان في عندنا أغنية الأطفال العيال بيعملوها زي مقتنع عيل زمان يا راجل يا عجوز مناخيرك قد الكوز. إيه الكوز ده؟ طويل كده وبعدين في شخصية عملها اعتقد هوليوود او مش عارف مين اللي عملها ديزني اللي هي شخصيه الولد الكذاب اللي كل ما يكذب مناخيره تطول كل ما يكذب مناخيره تطول فانا رسمت الرسمه دي عشان قلت لكم المؤسسه التي تكذب تبقى زي الرجل ده كلها زي الرجل ده شايفين ده الاخضر اللي هنا ده هو المناخ اللي كانت تعمل فيه المؤسسات الانسانيه في اوروبا وامريكا والعالم العربي لما جم هؤلاء الناس بداوا يكذبوا بان ما فيش مصاريف اداريه بدا المناخ اللي يدور حوالين العمل الانساني يتغير وانتم شايفين الصوره قد تكون هي معبره جدا ليه قعدت ترسم فيها ثلاث ايام لكن لابد 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 ان نقول الحقيقه دي ايه اية ربنا سبحانه وتعالى انزلها في القرآن. There is no focus. اللي هو في سورة التوبة اللي هي الآية رقم 60 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وبقية الايه؟ مصاريف الزكاة موجودة. في مين اللي قال الآية دي؟ ربنا. ربنا سبحانه وتعالى أجاز أجاز أن يكون العاملين عليها ها ياخدوا من أموال الزكاة، مش فقط من أموال الصدقات والهبات والنذور والتبرعات الأخرى. ربنا أجاز، ربنا أجاز أنحن أتقى من الله؟ أنحن أعلم من الله؟ أنحن أورع من الله سبحانه وتعالى؟ دي قاعدة شرعية تصبح حقيقة مدنية مجتمعية قانونية. خلاص الخلفاء الراشدين لما نتكلم عن احنا كمسلمين كانوا بياخذوا من بيت المال سواء كان ابو بكر او عمر او او الى آخر. نرجع هنا بقى يعني ايه مصاريف ادارية نتكلم عنها منتهى الصراحة الحلقة دي فيها صراحة قد تحرج الكثير وقد يتهمون البعض اننا اضرب العمل الانساني او العمل الخيري او العمل الاسلامي في مقتل لا أنا بتكلم عن حقيقة واقعة وأرفض أن الناس تستغل هؤلاء المندسين على العمل الإنساني يستغلوا العمل الإنساني ها في جمع التبرعات إيه هو المصاريف الإدارية هي كل ما المؤسسات على العاملين فيها الموظفين لإنجاز المشروعات بتاعتهم ها سواء كانت مؤسسات دي حكومية او تجاريه او تعليميه او خيريه او اعلاميه او ثقافيه او انشاء اي شيء لابد ان يكون له في شيء يصرف على إن اكمال وانجاز وتحقيق اهداف المشروع خلاص في بعض المصاريف الاخرى اللي في المشروع نفسه زي مصاريف النقل والشحن والحفر والبناء وكذا ده جزء من ايه؟ من مصاريف المشروع يعني انا في, في, في فيديو انا حطيته امس على الواتساب آه واتساب واحنا رايحين الصومال من هرجيسه لغايه جيبوتي الحدود بتاعت جيبوتي. خمس ساعات بالعربيه عشان نصل للقريه، مين هيدفع تكلفه نقل المواد الغذائيه والمواد التموينيه والمواد الاغاثيه والميه والى في خمس ساعات في الصحراء. وفي وسط الجبال فده جزء من المشروع ولا تقول لي ان انا مش هدفع مصاريف النقل مش هدفع مصاريف الشحن مش هدفع مش هدفع هدي بس حق الاكل اقول لك خد فلوسك مش عايز فلوسك افهم يا متبرع ان ده الامر ده وانا اقول لكم خشوا اما على الصفحه بتاعتي اللي هو القناه بتاعت اليوتيوب او على الفيديو الصغير اللي هو 8 دقايق حطيته امس على الواتساب ما فيش شيء على وجه المعموره اسمه ملوش مصاريف اداريه، دي قاعده شئتم ان تاخذوا بها لم تشاءوا ان تاخذوا بها انتم احرار ودي قاعده اقرها الله سبحانه وتعالى من اكثر من 1400 سنه وانزلها قانون رباني الهي لا يوجد شيء على المعموره على وجه الارض ملوش مصاريف اداريه المكان الوحيد الذي ليس له او فيه او سيكون عليه مصاريف اداريه هو ايه؟ هو ان شاء الله لما كلكم تخشوا الجنه تشتهي فتاتيك الفاكهه تشتهي فياتيك اللباس تشتهي فياتيك الطعام وكذا 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 يتكفل بك الخالق في الجنه الذي اقر المصاريف الاداريه في الدنيا لانك تعمر الدنيا ولم يقرها في الجنه لانه هو الذي يتكفل باطعامك ويجعلك تعيش حياه هانئه سعيده ويجعلك تعيش حياه هانئه سعيده ها فالجنه فيها راحه ونعيم ابدي اما الحياه فيها نصب وكبد ومعاناه لبناء واستعمار الارض وتاهيل الخلائق في الارض لكي تسعد بهذا المجهود ففيها مصاريف اداريه زيرو اللي هو بيقول لك ايه المصاريف الاداريه بتاعتنا صفر او بنوصل الفقير فيها في المية ده انا بقول لكم منتهى الصراحه واللي مش عاجبه كلامي يقابلني اديكوا تليفون بيتي اديكوا تليفوني انا الشخصي اديكوا اي حاجه تعالى قابلني مفيش حاجه اسمها 100% الفقير ده مجرد سباق تسابق اعلامي للعلاقات الخارجية لكسب المال من اجل المؤسسة بوسائل غير مشروعة انا بقولها مرة تانية صفر مصاريف ادارية او مية في الفقير من المؤسسات الخارجية هو ادعاء تسابقي اعلامي لكسب المال وجذب المانحين وليس له اساس من الصحة وانا بقول له كل متبرع فيكم من يسمع هذا من حقه أو من حقها أن تسأل عن الحسابات ومن أين تأتي الأموال وكيف تصرف الأموال وأين تصرف الأموال لأن نحن دلوقتي لو كنا نكذب أو ندلث أو نقول البهتان فده هيعرض العمل الإنساني والاجتماعي في العالم وخاصة إحنا متهمين كمسلمين إننا متطرفين واننا عنصريين وكذا 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 فهذا سيعرضنا لاشياء اخرى تدخلنا في اشياء خطيره 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 عدم الشفاف ده النقطه دي بالذات يبقى المصاريف الاداريه دي وانا اقول لكم المؤسسات اللي خرجت وقالت صفر اسالوها واللي يقول لك صفر ما تديلوش فلوس اللي يقول لك 100% ما تديلوش فلوس من حق كل مواطن ومتبرع حتى لو يتبرع بريال او يتبرع بجنيه او بيتبرع بدولار ها او بيتبرع باي شيء يسال المؤسسه ومن حقه يطلع على الحسابات الدخل والانفاق عدم الشفافيه اللي احنا عنها دلوقتي احط بحبة قواعد دلوقتي عشان نلتزم بها شئنا ان نلتزم بها شئنا ما شئناش أنتوا حرين أنا, انا 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 زي ما قلت قبل كده من محاضرتين سابقتين ان انا المسحراتي هقول للمتبرع خلي بالك وحقوق المؤسسه خلي بالك خلاص عدم الشفافيه في رايي الشخصي انا اللي انا عندي جزء من الخبره استطيع ان اتحدث فيها عن تجربتي الشخصيه عدم الشفافيه هي جريمه انسانيه في حق مين جريمه انسانيه اهو شايفين صباعي جريمه انسانيه في حق الفقير حق المانح وحق الحكومه اللي هي وحق المجتمع وهو افتراء وبهتان وتدليس كونك غير شفاف ومسؤول على عمل عام انت بترتكب كمؤسسة او انت بترتكب كمؤسسة انسانية او اجتماعية او او اي مؤسسة مؤسسات ترتكب جريمة ضد الانسانية فين في حق من تدعينا او حق من تدعو انكم تساعدونهم لا 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 من اراد يتعرض للعمل العام فلا بد أن يكون مستوى الشفافية مقبول 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 عدم الشفافية مرفوض 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 وهي جريمة إنسانية أنا أفتي في الفقه المجتمعي وغيري يفتي في الفقه الشرعي ده فرض عين بقى دي قاعدة أخرى أنا بحط قواعد دلوقتي علشان المتبرع ما يضحكش عليه وعشان المدرس والمندس في القطاع الخيري والقطاع الخدمي ما يضحكش على المتبرعين العملية مش تسابق في جمع المال العملية بناء مجتمعات وتمكين أفراد وبناء قدرات وتحويل الفقر إلى منظومة حياة يستطيع أن يتمتع بها من نخرجه من فاقة الفقر إلى فاقة العطاء إيه الفرد العين على كل مؤسسة خيرية او غيرها او غيرها على كل مؤسسة خيرية او غيرها ان تظهر في حساباتها كافة مواردها النقدية والعينية ومصادرها من جهة ومن جهة اخرى كيفية صرف هذه الاموال الى ان تصل الى مستحقها اقولها تاني انا ما بهزرش احنا في جو وفي عالم وفي وقت صعب 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 على كل مؤسسه خيريه او غيرها ان تظهر في حساباتها كافه مواردها النقديه والعينيه ومصادرها من جهه ومن جهه اخرى كيفيه صرف هذه الاموال ان تصل الى وهذا حقا شرعيا وقانونيا وحق شرعي ربنا اقره والرسل الانبياء اقروه وحق قانوني كذلك يحاسبني قانون الدوله المانحه للترخيص الحق ده امام مين بقى؟ امام الحكومه المرخصه لهذه الجمعيات الحكومات والمؤسسات المانحه الجهات الرقابيه سواء كان في الوطن او خارج الوطن المانحين المحليين اصحاب الدولار والريال والدرهم والجنيه واللي هي ان شاء الله بيتبرع بدرهم والمجتمع وكل مواطن ده حق لكل هؤلاء لكي لا يندس بيننا مدلسين ينشرون الزور والبهتان نضع قاعده اخرى اللي هي قاعده قانونيه مجتمعيه هي معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ايه؟ هنتكلم يعني على كل دخل مالي وعيني مادي وكل منحه حكوميه او مؤسسيه للمصاريف الاداريه وكل كفاله لراتب موظف او دعم مصروف اداري لمشروع، وكل استرجاع للعفو الضريبي على التبرعات من الحكومه، اقولهم تاني، كل هؤلاء كل هذه كل دخل مالي وعيني مادي، وكل منحه حكوميه او مؤسسيه للمصاريف الاداريه، وكل كفاله لراتب موظف او دعم مصروف اداري لمشروع من حكومه او غير حكومه أو كل استرجاع للعفو الضريبي على التبرعات من الحكومات ها كل دول إيه؟ كل هذه هي تبرعات هي تبرعات للجمعية، لزاما على الجمعيات إضافتها كبنود في الموارد والمصاريف لكل جمعية. كل هذه ما تقولش بقى واحد بيدفع لي مرتبي من هنا أو من هنا أو من هنا، أي شيء بيجي بطريقه مباشره او غير مباشره لاي جمعيه هو دخل للجمعيه هو دخل للجمعيه فاهمين يا شباب علشان لا يخدعكم احد لو تكفلت بيك شركه لابد تحط في التقرير المالي التبرعات التي تاتي لدعم هذا وهذا 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 وان لم تكن انت تعمل في في مؤسسه خيريه من من هذه الشركات والمؤسسات كان سيكفل راتبك واضح الامر ولا تنصاعوا لمن يقول ليس هناك مصاريف اداريه او كل ما يعطى الينا هو يذهب للفقير 100% دون ان يستوضح كيف تصل هذه المئة في 100% المئة. كيف تغطي المؤسسات الخيريه مصاريف اداريه؟ الكلام ده انا بقوله ليه؟ لان انا عدت على راسي دي شايفين اللي بتطبل ازاي؟ زي البطيخه المستويه وزي الطبله المحميه. واخدين بالك يا رجاله واخدين بالك يا شباب النساء ها؟ ما حدش يلف بيكوا لفه حلزونيه. ندفع المصيفة دي من اول حاجه من التبرعات اللي بتخش الجمعيه. سواء كانت هذه التبرعات مادية يعني فلوس او نقدية بنقدرها بمقدارها تاني حاجة من المبالغ النقدية اسمها الحتة الخطيرة دي مبالغ النقدية التي لا توضع في حسابات الجمعيات الخيرية وتوضع في حسابات اخرى غير مسجلة باسم الجمعية وده خطيرة جدا ان تأتيك اموال لا تضعها في الحسابات انا بحذر انا بحذر انا بحذر ان تأتيك اموال لا تضعها في أه أه حسابات الجمعيه نمرة ثلاثه اوقاف التابعه للجمعيه الخيريه انا منظور انظر اتكلم لجامعه اوكسفورد وجامعه كامبريدج وجامعه هارفارد وكذا 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 الا ان كميه الاوقاف اللي عملوها عادت هذه الجامعات بمليارات اصدق ان ممكن جزء من المصاريف الاداريه بتاع هذه الجامعه وهذه الجامعه بتصرف من الوقت لكن لما اجي اخش للايه؟ للمؤسسات العربيه والمؤسسات الاسلاميه وغيرها خاصه اللي موجوده في الغرب وريني واقفك لو كانت الاوقاف دي تستطيع انها تكفي المصاريف الاداريه لمؤسسه عايزه مليون جنيه في السنه او نص مليون او 2 مليون جنيه في السنه من اين لك هذا ولذلك انا بقعد على النواجز باننا نشتغل على الوقف لكيف خلال 10 او عشرين او 30 سنه تستطيع كل المؤسسات ان تنفق على المصاريف الاداريه من اوقاف لكن حاليا نبتدي نسال نفسنا هل عندنا اوقاف تقوم بهذا ولا لا اوقاف نمتات من اموال الضرائب اللي بتحصل تاخذها المؤسسه من الحكومه يعني مثلا في بريطانيا اضرب المثل الموجود قدامكم على كل جنيه يتبرع به شخص رجل او امراه يعملون ويدفعون الضرائب من حق الجمعية أن تأخذ الضريبة التي سوف كانت تفرض على هذا المتبرع وهي تسوي 28% في المية. أي أن تبرعك اللي هو 100 جنيه بعد الحصول على الضرائب مسترجعة تصبح 128 جنيه يعني أنت متبرع ما اديتش 100 جنيه أنت اديت 128 جنيه ففي بعض الجمعيات تقول لك أنا هاخد هذه ال 28 جنيه اصرف بيعمل مصيبة أنا أقول لك خدها لكن اعلنها انها مصاريف ادارية ولا تدلس على المتبرع ولا تدلس على الناس يبقى تبرعك ايها المتبرع في بريطانيا بالذات مش 100 جنيه 128 جنيه خلاص دي النقطة الثالثة النقطة الرابعة في بعض في بعض الجمعيات لها اعضاء مجالس ادارة عاملين شركات خاصة ما دعوة بالجمعية أنا بضرب تحت الحزام دلوقتي أنا بضرب تحت الحزام لأن خلاص أنا لن أسمح لطفيليات تخترق المجال العام للمؤسسات لن نسمح لطفيليات وجراثيم تخترق المجال العام للمؤسسات الخارجية مسجلة حاجات بأسماءهم الخاصة قد تكون بإسمه الخاص قد تكون بإسم خالته عمته كذا كذا عقود من الجمعيه اللي هناك الطباعه ومش عارف الكمبيوتر والحاجات دي كلها ومن خلال هذه الاشياء الخاصه التي تستفيد منها الشركه الخاصه بالطريقه الاولى لان هذه الجم... هذه الم... الشركات ليست مسجله باسم مؤسسة خيرية لكنها مسجله باسماء شخص اشخاص قد يكونوا من اعضاء مجلس او اقاربهم او اصدقائهم يستفيدوا من مال المؤسسه ثم في نفس الوقت يوظفوا بعض الناس. لابد ان نوضح من يملك هذه الشركات؟ وأن هذه الشركات تابعه لاعضاء مجلس إدارات الجمعيه نفسها؟ وما هي العلاقه التي بين هذه الشركات وبين آآ آآ هذه والمؤسسه نفسها؟ دي نمره اربعه او خمسه. نمره النقطه اللي بعدها ان في بعض المواد العينيه زي الادويه، زي الكمبيوترات، زي اشياء كثيره جدا بتتبرع بها الشركات العملاقه الملابس ممكن بعض بعض الجمعيات تضخم في قيمه هذه التبرعات العينيه الى قيمه تجعل المصاريف الاداريه تصل الى رقم مهمل حصل دي معانا في كذا مكان وحصل ان الجمعيه اللي عملت كده حصل عليها حمله اعلاميه شرسه من بعض الجمعيات اللي أعادت تقييم المواد الطبية المتبرع بها وقالت أن هذه الجمعية جمعية مدلسة وكاذبة والأمر قيمة المواد الطبية ليست ب 2 أو 20 مليون أو 30 مليون أو 40 مليون ولكنها بأقل من هذا بكثير طيب أرجع أقول الخمس ست نقط دول نحصل على مصرف التبرعات النقدية والمالية والعينية من المبالغ النقديه لما في الحسابات الاوقاف التابعه للجمعيه الخيريه اموال الضرائب اللي لابد نعلن عنها ولا انها تعطى لابد ان نعتبرها انها تبرع من متبرع تسجيل شركات خاصه باسماء اعضاء مجلس اداره والاستفاده لاعضاء الاعضاء واقاربهم منها اه تضخيم القيمه الماديه للتبرعات العاديه خلاص نبص ايه الخطوره فين بقى نمره 10 خطوره فين هنا هؤلاء الناس ينظروا للعمل الخير المتسابق في جمع المال وده خطر 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 وضيق في الافق وعدم ادراك للمخاطر التي تحيق او التي تحيط بالعمل الخيري سواء كان اللي بيقوم عليه مسلمين او غير مسلمين ليه؟ في قاعده احنا عارفينها التفاحه الفاسده بتفسد الصندوق كله صح؟ لو في ناس حبوا يضربوا العمل الخيري سواء كان اسلامي او غير اسلامي حيضربوا التفاحه الفاسده فيضربوا فيها كل المؤسسات الاخرى. فحذاري ايها المتبرع الا تسال. والجمعيات الفاسده تضر القطاع العمل الخيري كله. للاسف للاسف نجد هذا في جزء في ناحيه واحده من قطاع العمل الخيري الانسان الانساني في بعض المؤسسات اللي هي قام اقامتها الجاليات وندس فيها بعض الناس لكي يروجوا لهذا العمل ويدعوا انها مؤسسات اسلاميه، وكل المؤسسات الاسلاميه الاخرى تعمل بمعياريه شفافيه عاليه جدا، اما هذه الشرذمه القليله فالتي تفسد الصندوق وتفسد المناخ وهي التي رسمت فيها الصوره الاولى لا تخرج السموم للمجتمع كله. دي نمره واحد. الخطوره الثانيه ايه ان احنا عايشين في احنا عايشين في مناخ الحرب على الارهاب وعلى التطرف وعلى الرجعيه في مناخ العنصريه في مناخ الزنوفوبيا في مناخ الاسلاموفوبيا في مناخ كل هذا الامر الناس منتظره المسلمين مش منتظره الناس بيخلقوا لهم الاخطاء مش منتظره انت تخطئ فانت ليه بتخطئ ليه ما بتوضحش ليه ما بتقولش للناس كيف تحصل على هذه المصاريف الاداريه. مناخ الحرب على الارهاب ومحاربه المؤسسات الخيريه قتل الاسلاميه، مناخ الاسلاموفوبيا والزينوفوبيا، المؤسسات العنصر في مؤسسات كثير عنصريه تريد يعني مثلا احنا نضرب مثلاً في بريطانيا دون ذكر الاسماء المؤسسات عايزه تلغي تلغي ايه؟ تلغي الاعفاء الضريبي تضغط على الحكومه البريطانيه ان تلغي الاعفاء الضريبي ها من بند المؤسسات الإسلامية الخارجية يعني أن المتبرع لهذه المؤسسات لا يعفى ضريبيا فإذا كانت هذه المؤسسات متطرفة تعلم أن في جمعيات والأسف والعياذ بالله تقول هذا فهذا يعتبر بالنسبة لها سوق ومناخ جميل لبث سمومها على قطاع العمل الخيري الإنساني خاصة الإسلامي الحل؟ كلمنا كتير جدا وقلنا يمين وشمال وفوق وتحت. الحل؟ الحل الشفافيه والمعياريه ها؟ والمصداقيه والمرجعيه والمساءله والحاكم الرشيده. ده بيت القصيد وده لو احنا بنتكلم عن اننا ناس عندنا قيم انسانيه مستوحاه من ديننا ومستوحاه من تاريخنا ومستوحاه من قيمنا ومستوحاه من عقيدتنا هذه هي العقيده وهذا هو الدين اننا اكون واضح. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما طلع يخطب في الناس وكان طويل القامه وكان لابس جلباب طويل وكان اللي وزع على كل الناس جلباب واحد وراوا الناس ان سيدنا عمر حاز او حصل على جلبابين. فاوقفه احد المصلين قائلا له من اين لك الجلبابين يا عمر؟ وكل منا اخذ ثوبا واحدا. فقال له لا ابنه لابن عبد الله قم يا عبد الله، وعبد الله انا اخذت نصيبي واعطيته لابي لان ابي طويل. هذه هي الشفافيه. من قمه الهرم الى قاعده الهرم. شفافيه. ما حد يقول انا فوق المساءله. انا الرئيس انا الملك انا الغفير انا مفيش حد في مساءله على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق مفيش حد يعتبر اميون يعني ايه عنده مناعه انا عضو مجلس الشعب انا رئيس مجلس وزراء انا شيخ كبير انا شيخ قبيله انا رئيس جمهوريه كل ده مفيش حد من حق أي مواطن في الوطن أو في المجتمع أن يسأل من أين لك هذا؟ يبقى هذا اللي احنا فيه كل متبرع سواء كان هذا المتبرع يتبرع بـ 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 بريال واحد أو بجنيه واحد أو بدرهم واحد أو بدولار واحد أو يتبرع بمليون أو أكثر شفافية، معيارية، مصداقية، المرجعية، المساءلة والحكومة ليه؟ لأن احنا عايزين العمل الخيري يا شباب ويا شابات وده دوركم انتم يبني مجتمعات يفرز قيادات يضع حلول لمشاكل مزمنة مشاكل مزمنة مشاكل قاتلة يضع الأمل والروح ويبثها مرة أخرى في المجتمعات المهمشة هذا هو العمل الخيري اللي احنا عايزين ندافع عنه وندفع به ونبني به المجتمعات عايزين نعمل خير يبني السلام مرة أخرى. عايزين مجتمع خيري يوحد بين شتات المجتمع شتات المجتمعات. فلو كنا نحن ليس لدينا شفافية أو معيارية أو مصداقية وبنتبارى على جذب المال فقط نحن ندمر المجتمع الذي نعمل فيه ونوصم قطاعنا الإنساني الخيري سواء كان عنده قيم إسلامية أو غيرها نوصمه بالفساد لذلك أنا مع كل منا وكل منكم أنه يرجع مرة تانية لهذه السورة السورة دي بالنسبة لنا زي بنوكيو بتاع اللي هو ديزني والقاعدة الشرعية اللي حطها ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده هو اللي هو ان الامور اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو آآ آآ من اين تاتي المصاريف الاداريه وكيف ننفق على هذه الاشياء. انا دلوقتي بقول لكم جزاكم الله خير انا لو لم اكن مضطر ان اكون منفعل لقول هذه المحاضره البسيطه اليوم لانني عانيت كفرد كفرد كشخص يعني من كثرة تحذيري لبعض هذه الجمعيات والمؤسسات أرجوكم إن كنتم عندكم بند خاص بالمصاريف الإدارية اعلنوا عنه شفافية وتواعية جزاكم الله خيرا أراكم غدا إن شاء الله The same talk in English Tomorrow I will see you the same talk in English The admin cost 0% or 100% to the poor people Tomorrow at 12 UK time, time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك.